نزلت يوم 25 وبدأت حدوتة الثورة اللي لسه ما انتهتش. أنا نزلت التحرير يوم 25، أنا مش جبان ومش هجري. سطور جديدة من تاريخ مصر تكتب الآن. أنا أصلاً ما كنتش مؤمن إن في أي حاجة ممكن تغير البلد في شوية. فجأة هجم الأمن من اليمين والشمال ونزل فينا ضرب. أنا بقى مش عايز أحكي حاجة. عصر مبارك كرهنا في الحياة أصلاً. 25 ما كانتش علينا أهم من الحياة وهو أهمية كانت بشاير الناس اللي جاية من التحرير خطوات سريعة وثابتة، لازم نريحة وبطارية.